من فوائد الاستغفار أن المصيبة تكون في الطريق إليك والعياذ بالله، مصيبة في المال، مصيبة في جسمك، مصيبة في ولدك، مصيبة في سيارتك، مصيبة قادمة لذنب أنت ارتكبته، فتستغفر ربك فتتحول عنك المصيبة. إذ الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا قلت أستغفر الله أستغفر الله، أتوب إليك يا رب، رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمصيبة تكون في الطريق تتحول عنك بإذن الله بسبب الاستغفار. وخير شهيد كتاب الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فاجعل لنفسك وردة من الاستغفار، 5 دقائق في اليوم يا أخي من وقتك لنفسك، لنفسك أستغفر الله أستغفر الله. قلب يبيض، مصائب تدفع، رزق يتسع. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.